التصريح ده ما عديش يا كابتن ابراهيم، لان الكابتن خالد العوضي قال تصريح احنا لاول مره بنسمعه والجمهور نفسه اول مره يسمعه. ابراهيم، المصري ضحى بكل شيء عشان خاطر قميص النادي الاهلي. طبعا في البدايه بحب اشكر كابتن خالد طبعا على الكلام الجميل ده. يعني كابتن خالد هو فعلا صاحب مشروع كبير قوي، مش في الهاندبول بس، لا في كل الالعاب. ناس لاحظت الفرق السنه اللي فاتت والسنه دي. يعني انا بقالي في النادي فتره طويله جدا، تقريبا اول مره يبقى في اكتساح تام لكل العاب الصالات، فانا بشكره. وتاني حاجه طبعا النادي الاهلي ده بيتي في الاول في الاخر، شرف لاي لعيب ان هو ينتمي النادي الاهلي، وان شاء الله مكملين. زي ما انت سالت برضه كابتن خالد في الاول، ان حققنا موسم كبير، الجمهور بينتظر موسم اكبر، لان النادي الاهلي طبعا معروف ان هو يعني مش ما بيقفش على بطوله او بيقف على موسم. فان شاء الله ربنا يكرمنا السنه الجايه، السنه الجايه هتبقى اصعب من السنه دي. كل سنه اصعب، لان احنا كل سنه بناخد بطولات اكتر، كل سنه بنزيد الجمهور، بيزيد حبه للفرقه وتعلقه للفرقه بالظبط. فاكيد كل موسم اصعب، واتمنى التوفيق لكابتن خالد والتوفيق للنشاط الرياضي كله باذن الله.